بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليه قالي أن يا دين سلام يا ما شاء الله ريق روح وقوس كتو وبلاش إن مريان هدي أن نقول عصبت هاي تشانل كينا قروح وقوس كتو سبسكرايب صار فيديو ودوكسو جارن لايك صار كومنت قروح بدنا كسب إن شاء الله عاو وحا برنامج كمرتي إنه يقول نقول دون تهدو إلهي يرهدو قبر ولا شيء السوشيال ميديا هسيدا أو ذا قبصت أنا يا هتا أن كسوا هذا لي يوتيوب كستل سو قلي أي أيضا دجال ما يسأم حي هذي إن الدنيا ده على دي الساعة ده يعضي أي الربع إن شاء الله إن برنامج كنا ورئيس كوبان كلية لنا يوحي كوك اللي في إن معناها إن أي سوشيال ميديا هسو قلي سو إن حالة ده قفل بنا وح وجعلي هاي غير كيس إن نقطة إن وح برايفت أه لكن قبرنا وحي كوك اللي في أرنا إن شاء الله إنا ورئيس الله يلا نهدو إلهي يرهدو خدك أيام سوق قلين دوناك. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مريم ساتة والله وفي عنها الحمد لله وحنكو قد جرنا برنامج كيني ورئيس تشانل كيانو قروح لقويس كنتو كسو دو مطهري واندوهي ما شاء الله واندوهي والله ما شاء الله ما شاء الله عدنو مهب اللي والله سو متيد قبري بريهم بره بلشيدة آدي آد وقبصتي محي هذي السوشيال ميديا فيديو يدا يدا أيضا دعوانا سيسو قليسي أنيق عنك صلاح الله يا سو متيد ها ولا لحنا يقولي فاضمو مقعي يقول الله فاضمو تامع علي فاضمو قضم بالليدها مرخي يدي بانها يولا ما إن شاء الله آدي آد أوفر حسنها فاضمو ما أنت إنا قروح وقويس كتو ورئيس كلية لطو آدي آد أوفر حسنها فاضمو يحرنا إنا ويدير ومعناها ورئيس كلية لنو وأن سؤالي يركو يدينو ديارو أوتو سامع تانكي ولا لصيدو كلية أنا قلو إذا كفر حسنها ها ولا ديار وانو هيشور ولا ولكم ولا لصيدو آدي آد معناها وان دو هاي فاضمو يمحا معناها كو كل في إن معناها آد إن مركو هراي صوت دوبتو فيديو آه إن آدي قو دي دعان دعوونا يا سامبين دا هذي واتا عركتا آني قوان كاسو هادلي يوتيوب كستوا أو كاسو هادلي إن قف كستوا السوشيال ميديا استعمارو مركو هرما نوغ جوابي كرتا سببتو كو كل في أو كاكا انتا دي باتا انتا لي يا ها ولا وان كابي جوابي ولا وحي قو كل في معناها دي حالة المفتسي بيهيت ورطمان توريزي The family problem now is that the migrants are here. They are coming to Kutini. The migrants are here. They are from Australia. Social media, the migrants are talking about it. And we should Somali, we should see children, family, friends. All the mom are talking about it. We are talking about it. We are talking about it. We are talking about social media. We are talking about it. Sorry, we are talking about it. أدي يا تقف بحب قصة عن بحاء معناه ودريم كرنا إن دبات معناه مركز تجنيد إن إهد إن حناقنا أوكو هاي رالي نوان كان هاي سيدام في لايو بلشة الصومالية إن رالي وكاوديهن إيه وحن كويدين ربع عن ربعنا ورئيسي عن كهدنا عن كويديو إن دبات هذا أنت سلق أو معناه هيركاس كجارسي سي أديجي حاجة قد حد إن معناها إن محي هذا كجرت مرهان تاس ملا حليه أو حاجة فاميلي جيسي حاجة فاميلي قال لا بده فاميلي تأسي ما دام ولي ملا والله ما شاء الله إن والجوب ذا شراء إن شاء الله بالله كريم هن رتين يعني ما قرنا الساعة إن نجيد كصباح ذا هذه نجيد كده نجيد ذا كصباح وإذا نو بروبلم لكن والله ها والجوب ذا شراء والله أوكي وان قرت إن مركا فاضموي بروبلم كنت سلاك مركا هرم حكا كان سينا ما مسير بوها نينك الدبي عذيه ز ما ننفي عن بوها ما ننحم بوها ما نوقف هرم كرتا ما شاء الله والله الوحي إيجا كان هرتا إن وها مركا هرا إيجا كان هرتا نينك إيجا نشعلا بوها سرنتيا إن آدنا وان شعلا إن مركا دي بربرقو يسبان ويمي وسرنتيا كيديساء مرکز سیل درست باید کنتر عرض بدن رالی نکمان هاین اینگونه که برو أدي أد ما يوندريم كراو حاول شعيل كقفك بين أدم مي بي أنا وحن آمن سنة قف من هدوية ما والله قيل لنا هنا ده وناج شعيل كفرح بالنابا نبكى سكين كراء سلاي هاي يوم حي هذا قيل لي حاجة أنت سلاي سما Thank you والله أنا قوم كراس أخذ رأيت قدر كيله أيبا أي أنا كراء لكن مر كرتي هاي وحال فيلني بهذا مثلا أنا دفلني إن أنا أقول لك سبريس هو نقضي وحندي كرا وفرتان لقاعد نحيي عندي كرا أفكارس ها بس ما دام رالك هين قدر له هين وده لكن كل هبك ما رهين إلا يفكروا ديار نو ما رهين ما نفلني لكن حلبا فلنا هي يو أضيق يقول ليس علندونو يانو يشين دونو حنا عاص
آدي آد ما إن شاء الله إلهي وحن كرجينا هذا هالشيء سكي مركه رأى هذا إنه إلهي محي هذا لحدين هذا نمر رواد كيرا إن فاضم سؤالك لو حرب أنا كويديو إن فميلي جابر بري آدي آد هرت أروح النهاية كقروح يقوس كأهان ما نجعلن فميلي سامالي إنه بربر آدي آد أروح النهاية إلهي هنوض التاجو فميلي سامالي وحرب أنا كويديو فاضم إن mis dhig karnaa macnaha problemka dhexdiina ee maxaa keenay markii hore ma xaga dad baa isku keen diray maxaa keenay kara asleeda horta waa la believe dad markii hore saxan aaminsana qadarkeenahay inuu xaga qadarkii ilaahay keenay laakiin kulli anigu waan isdhimaadee I think it's maybe hasid bachelor the ongoing spy dresses and aaminsana أدي أد ها دسك استجعل وحامك إيره هذا مويان استجعل حاسد مواي مر هري الحين مركب وحور دمبو حرير أو عوض يلتين أدي أصلا مجرن سمعنا ما دام الماء سكويسين هاي الماء هي ستاتها المي سيب جروج جوح وين صلا وشوي وهذا هذا الدمبو وإذا نص هذا إلى فيديو جودة وهذا لقيا وأدي قع عريت مع عن حناقسن وحول بأفكار كسب حاي ما بيودة وهذا مركب وحري أكشن مو كسبحي أنا ولا الح أنا هرت المها واللصق اللي وقت بمركب قربة وقت بوي من شري ما أنت تجمعه كل عيال بوي من شري مركب تجمعه كل ويمي أنا لكن أنا أقولي واحد هذا ما أنا يرنس ما أنا أراك لو ضد كوي كلاط تجاهنا دل ما يعمل كلاط تجاه لكن أنا واحد على استله ما دابا أنا ضد وضد كده حياة إنه وضد كده كرصة حتى عدي على كلاط تجني جسد مارن وحول ما هذا وحقدر كله ويمي وقرح بدنا لنا وذا شغنا وده ما شاء الله وصار شعلة كده دلوقتي وقدر الله بقى والدعبي إنه أولاد إلى فرصة أيام ألكم باقلي وقدر إياه أدي أدمي إن شاء الله إن شاء الله واللي عدنا تونا لقي صندونا فيديو جنا وحروا كلينا وكويدي فاضم مركي أصاب شيء محي هذا فيسبوك أو أد محي هذا وحيابه أن وذوقين أت كده هذي بلشده صومالي تسيب وأركتها أو معناها وهذا الباك هذي ما نكره هذي أهان له يوتيوب هذي أهان له وحياه معناها هذي بروبلم كجست أولي كلا كلنت مجرى هذي أهان له هذا لحن أما هذا لون أحسن وحياه أكلب ست مجرى والله ما شاء الله أرتا وحنا كرا وحياة بدنا نفرحنا وانا ركي وحياة بدنا نصح ما ذن وانا ركي وحي عاقل عليا وانا ركي وحي لتلي وانا ركي وحي عاي وانا ركي لكن بالشذا أنت بدن وحي وهذا الكل كسر اللي وحياة هاي وإذا تلي نين معناه إن نستجيو إن الشيطان كسناره إن أنا مقرن استعين إن أنا مقرس حالة إذا عفوا ضمان إن نستجيو een magaraysa inaanan wax magaraysa aan dibaato aanay aniga horta bilaan aniga istijiyo mar walba igula talinayaan intii igula talisay wanaaga waxaan aad baan ugu mahadcelinaya dhamaan dadka Soomaaliyeed intii caayday ee wax iga sheegteen waxaan leeyahay aadis bayga tiin sababtoo ah waxaan malaynayaa kulli waa dejacayl ay qabtaan kelmadda aan mar walba aan ka yaran magaraysa xanaaqay aniga oo halka wax ka soo jeeda gobolada Waqooyi Kistaan ee hor Soomaaliyeed marka kelmadda maamada la dhaho kale raali kuma yihiin lagu dhaho sababta aaniga amnato ol ee gaban middle age baan hay maana waxa uu qana maamul ka weeyay qoshka in waxaan rajaynayaa insha Allah qof kasto oo erayadaas oo kale ta isticmaala ama dadka iska aflagaadeenaayo kala anaga Soomaali hadaanahay waxaan u badanahay negative ka u badanahay ama aflagaadida u badanahay waxaan baaq ugu jeedinaa qofka binaamiga in aanan la sii macnaha lagu sii fogaanin wixii aniga aan maama uu noqon karo yes tan iyada iyada tii nee xoyo yar kale ha am magana saabu wixii magana sadde aan maamo waa sharaf laakiin aad oo noqon qofiga weyn ama qof laakiin uu amma dooni waxaan ka jeclaayayda magacayga la yeero faaduma in lagu yeero insha Allah faaduma qadan gabadha magaceeda waa u jeedin waana maqliisiin faaduma qadan ayaa la dhahay barasho wanaagsan hadii aadan awal aqoonin hadda baro insha Allah waa rajaynayaa inay kugu yeeri doonaan magacaaga runta ah wax walba ma sha Allah waa ku soo dhaweeyneena kuni kojer een waxaan leeyahay familyga Soomaaliyeed oo burburay kulli anaga umbu naga burburay waana family Soomaaliyeed ee waxaan leeyahay Ilaahay weena waxidka soo celiyo insha Allah een si qurux badan sida awal bay u qurux badnaayeen insha Allah haddana Ilaahay u qurux badnaa cadawgan Ilaahay dhexdiina ha ka saar walaalo Allahu la amin thank you so much horta ninkay u nin aad u wanaagsan buu ahaa nin fiican buu ahaa arurta nin aad u jecel buu ahaa marka waxa aanan kaliya aanan ka sabri karin inkastoo magaranaysaa dee aan hadda caafimaad kala dhamaan ka tagnay waxa kaliya aan boqolkiiba boqol ninka u daba carreeyay ama aan u qasdan lahay ruuxa doonaan oo ilmaha u fiican waana ugu hambalyeynaya aabayaasha la midka iyo aabayaasha Soomaaliyeed oo dhan
marka aabe aad u wanaagsan baa ilma jecel marka waan u qaadan waayey macnaha dee hilaalo ilmihiisa ka tigay macnaha sabarays bay ku noqotay laakiin wax ka xoog badiyey ayaa wax laga yaabaa hadii familiga ay kala tagaan hooyadii aabaha hadii ay kala tagaan ilmaha ma aysan kala tegin ragga soomaaliyeedna ugu wada baaqaya hadii gabadhii iyo wiilkii isqaba ay kala tagaan meesha ilaahay owlaad buu soo dhigay owlaaddaasna mar waliba waxay ku abtirsan doonaan magiciisii waana aabahood mana aaminsani inay dhici doonto insha allah wanaaggii shalay micnaha idin dhexeeyey idinkii unbaa ku kala tagay xeraggii islaamnimada unbaa micnaha meesha ka baxay ma ahaane owlaadiisi meesha ma aysan ka bixin waxaan rajeynaa sidii awalbu idinkugu imaan jiray xiriirkii maxay ahayd ee owlaadiis uu u haayey inuu insha allah dib usoo celin doono hadduu ilaahay yiraahdo halaha yaroo haayan waxay tahay maybe xanaaqa yarka oo micnaha uu ka arkay facebook adigoo micnaha dagaalamaayo ama waxaa doonti iska soo dhahay asaga waxaa umaleynaa nin social media isticmaala maaha walaal may u isticmaalay laakiin tu macnaha ma soo galo may ma jecla arrimahaas ma galo ninkani waa nin magarasa maasha allah iska shaqaysta waa nin aqab gaaban waa nin akhlaaq wanaagsan waa nin salaad saxa marka maasha allah magaranaysaa waa qof aada u wanaagsan waxaana walaal ka doonaya inaan kaga faa'iidaysto horta cafis iyo samax buu iga yahay waan cafiyey lacagna uma haysto oo lacagta xitaa waan ka cafiyey waana ka raali gelinayaa sababtoo ah waa ilmahayga aabahood dhibkiisa waa dhibkayga wanaagiisuna waa wanaagiiga marka waxaan leeyahay halkan waxaan kaa raali gelinayaa boqol jeer ayaan kaa raali gelinayaa hilaal siciid cabdalle in aad erkay my husband my love may ciyaalkayga aabahood waan ku jecelay for everan waan ku jeclaan doonaa marka waxa jacaylku wuxuu noqon doonaa jacaylkeen ilmahaas sabti wanaagsan ila kursto maasha allah aad iyo aad micnaa wax adigoo weliba aan kuogay inaad tahay aabeel mustacel adinkana sidoo kale isku waaran idin leeyahay quruxda qoyska tu maasha allah cabdillaahi iyo maryan waxaan leeyahay cali isku waara for ever isku gabooba ayeeyo awoowe isku noqda adinkay faamiliyada insha allah soomaaliyeedba aamiin 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 yaa rabbi aamiin yaa rabbi annagana waxaan leenahay maasha allah horta xaajigaaga hilaal annagana xaggan baan ka salaameyna maasha allah waxaa waaye nin aad iyo aad loo jecel yahay kolley nin aanan la jeclayn lagama daba qeelin lahayn video life looma soo geli lahayn wejigaaga intaad soo hordhigtid intaasoo kumanaan qof oo soomaaliya micnaha ma aadan sheegi lahayn haddana weliba adigoo weliba haddana sii qeexaya waxaan u jeeda videoladoo soo duubay oo weliba sii qeexaya qiimaha uu agtaada kalahaa iyo heerka jacaylka micnaha uu agtaada ka jooga waxaan aaminsanahay nin aad iyo aad aabo wanaagsan inuu ahaa only shaydaan iyo micnaha waxyaaba qaarkood inay dhexdiina soo galeen waxaana ilaahay ka rajeynayaa intaa yarta inay ka dhex baxdo hadduu ilaahay yiraahdo insha allah faadume waxaan rabaa inaan kaloon ku weydiiyo aad iyo aad ugu dheeraaday videoga dad badana waxaan u jeeda maalinkii life ku soo wacayay waxaan u maleynayaa shukaansi inay usoo socdaan aad iyo aad aad iyo aad maasha allah walaal hal kelmad baan doonaya dadka soomaaliyeed inaan ka shaafiyo maganaysa aniga ma doonaya dadku inay si fikrad khaldan iga aaminaan horta gabadha dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qofka idin la waraysanaya oo faadma qadan alxamdulilahi rabbilcaalamiin gabadh heltiya baan ahay gabadh caafimaad qabtaan maasha allah ilaa inta xanuunsanaysana caafiyo marka waxaan arkaa ay magaranaysaa dadko si khaldan magaranaysa uu io isticmaalaya oo le gabadha caadi maaha aya mokay walaalo maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga cadhada iga badatay magaranaysa qof cadhooday baan ahay oo dee waan cadhooday oo dee qof cadnaaqsan baan ahaa laakiin anigu am not like waxaan ahay healthy woman maasha allah qof caafimaad qabtaan ahay qof magaranaysaa kareysena mihi qof u alana mihi markaa fikradda bismillah raxmaan hay habaarina walaalo hay habaarina kelmadaas qofkii ugu dhaho ma cafiyin sababtoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan caafimaad qaba waan dhaqanay maasha allah balaayo ma qaba alxamdulilahi rabbilcaalamiin adinkuna taa ku gushaaraysta maasha allah maasha allah faadume waxaa kaloo jirtay inay dhaheen lugtan micnaha uu dhehaysay waa laiga jibiyey waa saan micnaha in ay fikra khaldan ay ka aaminsanaayeen ay leeyihiin micnaha gabadha waxay sheegaysataa dad waxaa jira waxay sheegaysa waa been dhahay qofna caafimaad saba qaba ma odhan karo waan xanuunsanayaa
qofaan jabnayna ma odhan karo waa jabanay ma odhan karo marka taana waxa weyaan anigu I'm not like qof ma garanaysaas taas inshaallah walaashay aadi aadan kaaga mahadcelinaya waraysiga iyo sidii quruxda badan ee aad inooga aqbashay waxaan ku leeyahay jazaakallah khayr qoyskaaga quruxda badnaana sidii awl ugu qurux badnaa ilaahay ku soo celiyo seedigan ama dumaashigan asagana intaan ka wada salaameyna aadi aad iyo familigaaga quruxda badan iyo caruurtaada maashaallah waxaan ku leeyahay adigana aadi aad u mahadsantahay gabadhii walaashan ahayd ee magaceedu ahaa Faadumo Qadan waxaan leeyahay Faadumo Qadan qofkii aan aqoonin hadaba iska barta waxaana leeyahay videogeen intaan ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aad ayaa idin kugu dheereeyey sidaan rajaynayay waraysiga walaasheena Faadumo waxaa idin leeyahay walaalihii qaaliga ahaa qofka bini-aadmigu wuxuu rabin laguma qas laguma dhaho hadduu ku dhaho waxaas iga daawa laga daayaa waxaan rajaynayaa ereyada ee dhibsanaysa walaashan inaan ka deyn doono insha allah waa gabar soomaaliyeed waxaana aaminsanahay in micnaha uu ka keenay xanaaq aniga markii hore waa kasoo hadlay videogeeda markii aan kasoo hadlayna waxaan oga soo hadlay waxay ahayd waxaan ka xumaaday hooyo soomaaliyeed oo ilmaheeda ay daawan doonaan in micnaha ay saa sameyso shaydaan ayaa ka awood badnaaday way raaligelin ayay ka bixisay ummadda soomaali oo idil ayay raaligelisay waxaan rajaynaa insha allah in aad ka dhaafi doontaan waxyaabihii ay ku hadlaysay walaasheen waa aad maqlaysiin ereyada isdhaafsaniin waa aad maqlaysiin intan videogan video lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu